السلام عليكم جريد 7، كيفكم وشو اخباركم؟ ان شاء الله تكون اموركم بخير حبيباتي. معكم الزهره عن جديد بدرس البيولوجي اللي هو Respiration of Living Things. نحن بتشابتر 3 Activity 2 Page 52. هلا احنا بالاسبوع ال11 بنحط الدفاتر قدامنا عشان نضل كل الشغل اللي قدامنا مرتب. شباب وصبايا، نحن كان عنا هومورك، هلا بدنا نحلين. كان عنا 3 أسئلة بدنا نحلين. أول سؤال كان عنا زي ما شايفين رسمة وعنا نص. Respiration is a vital necessity for all living thing in spite of the diversity of the respiratory organs. The process of the respiration is manifested by the absorption of oxygen and excretions of the carbon dioxide. هالسرعة عارفين الشي، بناخد أكسجين ومنطلع كربون دايوكسيد. Lungs are the respiratory organ of most terrestrial living things. هو بالمولاري، يعني اللي عنده lungs بيستعمل lungs، بكون عنده mode of respiration بالمولاري. Such as human, mammals, reptiles. The adjacent document show the two phase of the respiration، يعني العمليتين، إن كان inspiration أو expiration. إحنا اتفقنا أنا وياكو كمان نفس الكلمة، هي inhalation و exhalation. خلينا نجاوب على الأسئلة تعاونين. ممتاز، هدول الأسئلة معروضين زي كأننا true false. أنا عم بطرح عليكم أسئلة فبدنا نجاوب true false وبدنا نصحح الخطأ. Living thing absorb carbon dioxide and produce oxygen. هل هذا الشيء مزبوط؟ غلط. Absorb oxygen and produce carbon dioxide. Question number 2. The two respiratory movements are inspiration and expiration. مزبوط، فين نقول inhalation exhalation، بس نفس المعنى بعدنا. Number 3. During inspiration the chest move downward and air pass inward. مظبوط، ال air pass inward، بس هل during inspiration ال chest move downward بينزل؟ لا، upward بيطلع لأنه انتلى هواء. Number 4. During expiration the volume of the lungs increase، يعني احنا عم نطلع الهواء lungs بدهم يصغروا، فهو decrease. الفولس التصحيح decrease and balloon is inflated، ايه بتملم الهواء اللي طالع. Number 5. Aquatic animals such as fish respire by the lungs. هل مزبوط هذا الحكي؟ احنا اخدناه من هذيك المرة، لا ما مزبوط، بيستعملوا الجلز. Number 6. Conclude the mode of the respiration، شو المود اللي مستعمله الهيومن؟ اللي هو pulmonary respiration. صحيح. سؤال نمبر اكسرسايز نمبر 2، في عنا عم نحكي عن الجراس هوبر، احكينا عن التريكيال، يا قصدي تريكيال ريسبيريشن اللي مود انسكتس لايك جراس هوبر. عم نحكي عن جراس هوبر لانه واضح. ريسباير ثرو سمول اوبننج نيم سبيركل فاوند ات ذا لوور سايد اوف ذا بودي، عند الابدومنز، ات ذا ابدومن ثرو انتيريور سبيركل. ذا جراس هوبر انهيلد اوكسجين توور انترنال تيوب كولد تريكيا. بمشي الهواء احنا زي ما حكينا للتريكيا، بعدين التراكيوز، بعدين المسلز. In this case the abdomen will inflated and lowered، بينزل. Then it exhaled through the posterior، بطلع الهواء خلال posterior spiracles. In this case the abdomen will deflated and raised up. هذا الكحاكي كله حكيناه وفهمناه. بنطلع على الرسمة، في عنا عم بفرجينا على الباثوي، عم بفرجينا على spiracles، على التريكيا، التراكيوز، كيف الهواء ان وكيف الهواء اوت. بنيجي على الاكسرسايز اللي هو عم نحكي عن التريكيال، المود اوف ذا ريسبيريشن تريكيال. عم نحكي عن جراس هوبر على الانسكتس. بيك اوت ذا نيم اوف ذا ريسبيراتوري اوبننج، هو السبيركل. مظبوط، برافو عليكم. ذا نيم اوف ذا تيوب، عند تيوب هو بمر فيه تريكيا. صحيح. Question number 2. Specify what will happen if the spiracles of the grasshopper will covered with clay. يعني شو بصير إذا إحنا غطينا السباركل تعون الجراسهوبر بتنفس منن بواسطة الطين؟ شو بصير؟ The grasshopper will die because the spiracles are closed. Thus it cannot respire anymore. لما تسكر الفتحة تعيت الريسبيريشن تعيته، طبعا بده تسكر وبده يموت، بده يبطل يتنفس. According to your complete the following table، في عندي انا بدنا نرجع للمعلومات تاعونا وعلى كل النص وبدنا نعبي هالتيبل اللي قدامنا، اللي هي طبعا عنوان الرئيسي inhalation و exhalation.
الانهيليشن شو عم بيصير؟ جاز اكسشينج، طبعا عم ياخذ اكسجين وعم بيطلع كربون دايوكسيد. باثوي اوف كيف الطريق، باثوي اوف ذا جاز فلو، كيف الطريق؟ بيجي الهواء من برا اوت، بفوت على السباركل، بمر على التراكيا، تراكيوز طبعا بكفي طريقه ليعطي الاكسجين لباقي الجسم كله من خلال المسلز. كيف الطريق بالرجعه؟ طبعا استفاد الجسم ويطلع الكربون دايوكسيد باي تراكيوز، احنا عم نحكي على الباث واي، تراكيا سباركل، بعدين بيطلع على الاوتسايد. ابدومن ستيت كيف شكله؟ لورد، انتقل بالهواء ام نزل. كيف شكله بالاكسليشن؟ ريزد اب، طلع الليفيتد، رجع طلع لفوق. كونكلود ذا مود اوف ذا ريسبيريشن، شو المود؟ تراكيا ريسبيريشن من اسمه. اكسرسايز نمبر 3، احنا صرنا ب 3، هلا حكينا هذيك المره كثير عن الفيش وعن المارين انيمالز اللي عندهم شيء خاص فيهن. مارين انيمالز لايك فيش ريسباير اوكسجين فروم ذا ووتر اند نوت فروم ذا اير، هو ديزولفد، بكون دايب بالمي. ان سوتش كيس فيش ريسباير اوكسجين اند ريليس كربون دايوكسيد فروم ذات تو ديفرنت بليسز alternatively. When one place is open, the other is closed. اتفقنا في مكان الماوث بيفتح، عم الأوبيركولوم بيسكر. لما بدي يطلع الهواء، الأوبيركولوم بيفتح، الماوث بيسكر. As shown in the given figure، نطلع على الفيجر طبعاً ونطلع على النص وبدنا نجاوب الأسئلة. Pick out the respiratory organ. شو هو respiratory organ؟ صحيح، برافو عليك، الجيلز. The organ in which oxygen is inhaled، يعني المطرح اللي بياخد الأكسجين اللي هو mouth، صحيح. The organ in which carbon dioxide is exhaled، بيطلعوا operculum، برافو عليكو. من كف السؤال اللي هو سؤال آخر سؤال، تقريبا كل شغلنا اليوم إن شاء الله عن الجل respiration. هلا عندنا تيبل بدنا نمليها، يا اوبن يا كلوزد. عم بقول لي بحاله الانسبيريشن او الانهيليشن ماوث ستيت اوبن، برافو، اكسليشن او اكسبيريشن كلوزد، بعكس بعض. احنا قلنا alternatively تو ريثمكس اوبيركولوم ستيت كلوزد واوبن. اخر شيء بدنا نستنتج شو هي المود اوف ريسبيريشن، ضروري نعرف المود اللي هي جل ريسبيريشن، صحيح. لكن ببداية كل درس حبيباتي احنا بنحط قدامنا افكار ننظمها عشان بواسطة الاوبجكتيف. عندي 5 اوبجكتيف هاي المرة، identify the gas of the that is absorbed by the fish، بدنا نعرف مين هو الغاز اللي بتمتصه الفيش. indicate the role of the lime water، بدنا نستعمل مادة اسمها lime water رح نعرفها جايين له. determine the gas that is released، شو بيطلع. deduce the respiratory gas exchange between the fish and the surrounding. واخر شيء اللي هي السكيل اليوم كتير رح نحكي عنها، transform the table into the graph. لكن من هذيك المرة حكينا عن البالمولاري وحكينا عن الهيومن كيف بتنفس وحكينا عن التريكيال وجينا حكينا شوي عن الفيش، ورح نكفي اليوم حكي عن respiration of the fish. Respiratory gas exchange is carried out between an organism and its life medium. If the animal is terrestrial, consume the oxygen from the air. If it aquatic, it take the oxygen dissolved in the water. يعني الفيشز وكل اللي عايشين بالمارين اللي بيستعملوا الجلز بيستعملوا الاكسجين اللي هو dissolved، دايب بالمي. بعدنا عم نحكي قلنا كيف الطريقة اللي هن بتنفسوا فيها. example عن نيمو، انتو بتعرفوا هذا الفيلم عن نيمو واللي هو الفيش اللي عنده gills which make certain respiratory movements during respiration، بيعمل inhalation exhalation زينا زيه. بس كيف الطريقة، شو اللي بيعملوا؟ احنا دي المرة اخدنا قلنا two alternative movements، the mouth is open during the inhalation، عم نحكي the opercular closed، عكس بعض. In during the exhalation the mouth closed the operculum open. هدول التو ريثمكس هن اللي بيساعدوه على التنفس وانه يعمل respiratory movement. هلا بدنا نحكي during the respiratory movement the fish take in water.
and give out water to، يعني هو لما بده يتنفس السمك عم ياخد ووتر وعم بيطلع ووتر، بس يا هل ترى شو في بقلب هالووتر اللي عم بيطلعه وعم بفوته. The aspect of the water remain the same during this process. Does anything happens to the water؟ يعني هل في شيء مختلف؟ يعني هو عم ياخد ووتر وعم بيطلع ووتر، بس شو في بقلبه؟ Knowing that water contains dissolved minerals and gases like oxygen and the carbon dioxide اللي هن respiratory gas. معناته ما بياخد ووتر عادي وبيطلع ووتر عادي، بياخد ووتر مليان mineral salts واكسجين وبيطلع غاز بالمقابل اللي هو كمان mineral salts and carbon dioxide. يعني هو بتنفس زينا زيه، بس الفرق انه dissolved in water. هلا لنتاكد من هالموضوع انه هو عم ياخذ اكسجين وعم بيطلع كربون دايوكسيد، عم نعمل كذا اكسبيرمنت زي العاده زي ما كنتوا انتم متعودين عليه. عم بدنا نعمل كذا اكسبيرمنت to find more about water and especially about respiratory gas. The following experiments was done. احنا عم نعمل اكسبيرمنتس مع فادي اللي هو قرر انه ياخذ الموضوع على عاتقه ويشتغل. فادي زيه زيكو بجريد 7 وعم بيعمل experiments. Wanted to know what happened to the respiratory gas in water during respiratory movements. بدي يعرف شو عم بيصير، شو عم ياخد، شو عم بيطلع. To solve this his problem he did the following. He put a fish in a tube filled with water and connected to the oximeter. هو جاب سمكة وغطاها للسمكة بقلب الووتر واستعمل مكنة اسمها أوكسيميتر. هلأ احنا أنا وياك رح نعرف شو شغلتها لهي الأوكسيميتر. An oximeter is a device used to measure the quantity of the oxygen in the medium. يعني هاي الأوكسيميتر شغلتها انه تقيس كمية الأوكسجين اللي عم تستهلك خلال التنفس. اتفقنا؟ لكن زي ما قلت لكم نحن عم نشتغل مع فادي اللي هو قد كوب العمر، عم بتأكد شو عم بيصير خلال الووتر، شو في بقلبه، عم بيفحص. اول شيء قرر جاب فيش بقلب ووتر ووصلها حطها بتيوب ووصلها على مكنه اسمه اوكسيميتر. هاي الاوكسيميتر انا وياكو اتفقت ان هي بتقيس كميه الاكسجين اللي هي كونسيومد باي مين، اللي هي باي فيش. شوفوا حطها التايم زيرو، يعني على التايم اللي هو اول شيء اول ما بلش. فلما قاس كميه الاكسجين لقاها 7 ملليلتر. بعد 8 دقائق لقى كميه الاكسجين انها قلت، صارت من 7 تحولت ل 6.5 ملليلتر. يعني كميه الاكسجين اللي عندنا اياها عم تنقص. طب وين عم تنقص؟ وين راحت؟ مين استهلكها؟ هذا الجوابات كلياتها بدنا نحكيها وبدنا نقول عنها ان الفيش عم تستعمل كمية الاكسجين، بس الاكسيميتر عم بيقيسها لهي الكمية. هذا الشيء حبيباتي رح نفسره كمان لقدام. هلا كفى فادي وحكى وقال انه انا بدي اسجل هاي الكميات اللي عم تنقص من الاكسجين خلال التايم بس دقيقه دقيقه. قام شو عمل؟ حطن بتيبل. انا وياكم اليوم بدنا نتعلم هاي السكيل اللي كتير كتير مهمه تعلق براسنا. كيف بدنا نعمل تيبل؟ شو هي شروطها للتيبل؟ قام طلعوا حط رقم، بلش يعمل عداد. التايم زيرو كانت كمية الاكسجين بالاكسيميتر عم بقيسها 7، وهيك وصل لست دقايق وقاس الكمية اخر شيء ل 6.5. هاي التيبل اللي انتو شايفينها قدامكم الى شروط حبيباتي، يعني الى شروط اللي هي عندي ياتا variable متغير. اذا عم بتلاحظوا التايمينج عطول عم بتزيد، وانا مرة التايمينج بتكون عم تنقص عطول عم بتزيد التايمينج اللي هي الفاريبل المتغير. تاني وحدة عم بقيسها كان الريزلت اللي هي حسب يا بتكون عم بتزيد يا عم بتكون بتنقص يا بتضلها كونستانت. هذا الشيء حبيباتي حطوه براسكم ان الريزلت هي عطول النتيجة اللي عنا اياها. الكوانتيتي اوف ذا اوكسجين، يعني هلا التيبل اللي هي لها شروط. انا بدي تعرفوا ان الاكس عطول من فوق، الاكس اللي هي الفانكشن عطول من فوق، اما الواي اللي هي الفاريشن المتغير ريزلتس هي عطول من تحت. يعني احنا لما بدنا نحط شرط قدامنا بدنا نمشي عليهم هدول.
الشرط اللي غيره اللي احنا عرفنا الفاريبل اللي عرفنا فانكشن عرفنا الاكس عرفنا الواي وعرفنا الريزلت عرفنا الفاريشن. الشرط الثالث لا تيبل تزبط قدامنا ونعمل نحنا تيبل اللي هي التايتل. ولا مره نكتب تيبل بدون تايتل. تايتل يعني عنوان إله اللي هو this table. كيف الطريقة عطول لازم نستعملها ونعتمدها. this table show the variation. شايفين the variation of the quantity of the oxygen. يرجعنا لهون يعني هي تاعت الريزلت in the tube which contain the fish as mean as the function اللي هي مين الفانكشن اللي عنا اياها التايم اللي هي الفاريبل اللي عنا اياها. معناته انا اللي نمشي صح ان شاء الله نوصل ابصر لوين للجامعة نخلص. مبدأ التايت التيبل عنده ثلاثة. لازم نعرف مين الاكس يعني مين هي الفاريبل. لازم نعرف مين هي الواي اللي هي الريزلت. لازم نحط تايتل لهي التيبل لتكون صح. تاني سكيل انا وياكم بدنا نتعلمها نحطها براسنا اليوم عطول نحطها براسنا. هو فادي بلش جاب التيبل وبدي يعمل جراف اللي هي انا وياكم رح نتعلمها هلا ورح نعرف شروطها اللي هي الرسم البياني. يعني بدي ينقل هاي التيبل اللي قدامنا على رسم بياني. طيب شو شروطها يا مستر هاي اللي احنا نرسم الجراف اللي انت عم تحكي عنها؟ اهم شرط انه احنا نعرف التيبل اللي قدامنا، نعرف وين الاكس، نعرف وين الواي، نعرف مين هي الفاريبل، نعرف مين هي الفاريشن، مين هي الفانكشن، لازم نعرف كله ويكون في عندنا ارقام، هاي اول شرط. تاني شرط لنعرف نعمل احنا جراف لازم نحط سكيل. شو هي السكيل؟ يعني المقدار. احنا دفاترنا مسطرة، الماث اللي استعمل دفتر ماث دفتر مسطر، يعني هدول الكروات اللي احنا قدامنا هن المسافات اللي لازم نستعملن، ماشي الحال؟ وناخد على اساس سكيل. يعني انا بدي افرجيكو، احنا هاي مصغر عنا، هذا اللي عنا اياه اكس، احنا بنقلب اللي حالي اللي هون، بكون في عندي الاكس فوق بتصير عندي الاكس تحت، ماشي الحال؟ الواي بتصير فوق. بدي اعمل انا مقدار يعني مقياس، سكيل معناته مقياس. كل واحد سنتي من الكروهات اللي عنا اياها عندي 1 ملي لتر اللي احنا عنا اياه هون. يعني احنا بدنا ناخذ كل مربع كل 1 سنتي 1 ملي لتر، وكل واحد مربع من اللي تحت من الجراف اللي تحت من الاكس اكسس اللي تحت 1 منت. يعني احنا بنمشي بنقول 0 1 2 3 4 5 6 minutes. احنا عم نحكي اللي هي الاكس زي ماشيين على التيبل. بعدين نرجع على اللي شو اسمه الفاريشن اللي هي الواي. كل 1 سنتي 1 مليليتر 2 مليليتر، طبعا هاي الزيرو ما بننساها 3 مليليتر لنوصل للسبعة. بعدين شو بنعمل؟ بنجيب هاي الجراف اللي قدامنا بس بنكبرها، هاي السكيل بنكبرها شوي. بنحط اتفقنا الاكس وين بنحطها؟ هيها تايم ان مينيت اللي هي اللي عندنا الفاريبل تايم ان مينيت. اما الكوانتيتي اوف ذا اوكسجين اللي هي الواي اللي هي الريزلت اللي هي الفاريشن بنحطها. طيب شو بنعمل يا مس؟ بنجيب بنرقم من كلياتنا زي ما عملنا قبل شوي، بنحط الارقام عنا اياها زي ما تعملنا من الزيرو لحديت السكس حسب الارقام اللي عنا زي التيبل. وهون نفس الشيء على الفاريشن من الزيرو لحديت السفن اللي مستعملنا. ومنبلش احنا بدنا نحط النقاط لنعمل جراف. بعد ما خلصنا بدنا نحط نقاط لنعمل جراف. اول نقطة زيرو سفن، وين الزيرو؟ وين الزيرو؟ هيها الزيرو. وين السفن؟ أيوة برافو عليك، وهي أنا منبلش ومنحطها. بعدين النقطة الثانية 1، منحط إيدنا على الوان، ماشي الحال؟ وين الـ 6.9؟ كتير قريبة على الـ 7 فمنحطها. بعدين الـ 2، صارت الكمية عم بتقل إذا عم ملاحظين 6.8 بس كتير قريبين كتير. بكرة بس بعطيكم أنا جراف أرقام شوي متباعدة عم تبين قدامكم أوضح. نمبر 3 عندي اياته عم بتطلع صارت عندي الكمية of the oxygen 6.7 4 6.6 وهيك منضلنا مكفيين لنوصل 6
لعنديت 6.5. وبعدين بعد ما خلصنا هاي حطينا النقط، يعني حددنا النقط، بعدين بنوصل الجراف بايدنا بقلم رصاص لتزبط معنا الجراف. معناته انا الشروط لتصير عندي جراف وعندي رسم بياني يكون عندي تيبل نعرف وين الاكس والواي، وعندي ارقام نعمل السكيل، يكون الدفتر اللي عندنا اياه تماث او جراف، يعني ورقه جراف ورقه رسم بياني. بعدين نجيب المسطره، اهم شيء نستعمل المسطره والقلم الرصاص لنعرف نرسم. بنجيب الدفتر وبنصير احنا نحط الارقام بالترتيب من الزيرو لحد مثلا اي رقم احنا عندنا اياه للسكس، من الزيرو للسفن. طبعا احنا مستعملين السكيل صح. ما بننسى نحط الشرط اللي عندي اياته هون، التايم او وات ايفر اللي عندي اياته موجود هون بالبوكس. طبعا ما بننسى نحط الواي اللي هو الفاريشن عندي اياته هون، ما بننسى ولا شيء. واخر شيء بعد هدول كلياتهم، بعد ما عرفنا التيبل والارقام وحطينا الارقام وعرفنا الفاريشن والفانكشن، ما بننسى نحط التايتل. اهم شيء التايتل، يعني كل شغله انا قلت لكم عنها لها علامه. إذا أنتوا نسيتوا واحدة منن تتأكس كل السؤال. يعني لازم نعرف السكيل، ولازم نعرف اللي الكوانتيتي، ولازم نعرف التايم، ولازم نرسم الرسم صح ونحدد النقاط، وما ننسى التايتل. التايتل لإلها كتير بتشبه التايتل أوف ذا تيبل. أنتوا بتعرفوا تقولوا التايتل صغير يا مس، لا، التايتل بحالة الجراف وبحالة التيبل بكونوا طوال شوي، عم بيحكونا عم بيشرحونا. This graph show the variation of the quantity of the oxygen in the tube which contain the fish as the function of mean. Function للتايم. صحيح، برافو عليكم. لكان خلصنا التيبل وخلصنا نحن الجراف، اجينا سؤال اللي بعده عطول بسألكم عنه، زي باكج هني مع بعض، تيبل جراف انالايز. عطول لازم أسألكم على الانالايز لمين؟ لا الجراف. يي مس، احنا بنعرف الانالايز كيف نعمل. مزبوط، نفس الطريقة، بس هون حبيباتي انا بستعمل نمبرز لانه انا في مستعملي نمبرز، فلازم ادخلن. هلا زي ما قلت لكم انا بالريزلتس حبيباتي في عندي انا ثلاث شغلات إلها، يعني عندي على طول يا بكون الرقم عم بزيد من مطرح لمطرح، من نمبر لنمبر، او عم بينقص زي الحاله اللي عنا اياها، او عم بتضل الجراف ستي كونستانت، ما عم تتغير كل الوقت عن نمبر نفسه. اما بالحاله اللي هي عندي اياها الاكس اللي هو عندي اياه على التايم، على طول بزيد، على طول عندي اياته بالزياده، ما عندي نمبر مثلا عندي تايمينج بالزير بالناقص او بالثابت، التايمينج على طول عم بزيد. فكيف عندي، كيف انا بعمل انالايزنج للجراف؟ كثير هيني زي ما احنا تعودنا. وين ذا كوانتيتي، بنطلع وين ذا كوانتيتي اوف ذا اوكسجين ان مليليتر ديكريز، عم بنقص فروم 7 تل 6.5، انا اخترت اخر نقطه، as the time increase from 0 to 6. يعني كتير هينة، كتير كتير هينة موضوع الانالايزنج. بعد نفس الشيء، بس الشغل الوحيد اللي غيرت انه احنا استعملنا ارقام. ليه؟ لانه انا في عندي جراف. لما اطلب منكم conclusion therefore oxygen absorbed by the fish and the fish is respire، هذا المتوقع لما اطلب منكم conclusion. لكان بعدنا نحن مكفيين على respiration of the fish. respiratory gas are oxygen and the carbon dioxide، هذا اللي احنا بنعرفه. the amount of the oxygen decrease in water، عم بتقل. ليش عم بتقل؟ ما هي السمكة شو عم تعمل؟ عم تعمل consuming للأكسجين. this indicate that the fish is consume oxygen from the water inside the closed tube. ليش عم نقول احنا عم لانه عم نقيسها، بعدنا احنا عم نستعملها عم نقيسها. طب الاوبننج غير الاوبننج، لما عم نقيسها كميه الاكسجين بقلب هذا الكلوزد تيوب عم بتقل. but what about the other respiratory gas اللي هو كربون دايوكسيد؟ طب ما احنا ما عم نسال عنه، وين راح؟ شو عم بيستبدلوا للاكسجين؟ شو عم بيجي بدال consumed oxygen؟ كميه مين عم اذا الاكسجين عم بقل، كميه مين عم بتزيد؟ هذا اللي بدنا نشوفه هلا.
كفى كفى فادي بالاكسبيرمنتس تاعيته، بدي يعرف مين عم يجي بدل الاكسجين وعم يقعد بداله، يعني كمية الاكسجين عم بتقل، مين عم بيزيد بالمقابل. فادي continued his search for carbon dioxide in the same water، على نفس الووتر اللي عم بيستعملها. That contained at the fish. He used lime water to test the presence of the carbon dioxide. انا بدي تعرفوا انه في ماده بتفحص وجود الكربون دايوكسيد اللي هي اللايم موتر. ان شاء الله لما نرجع حبيبات راح اعمل لكم اياها بالصف، اجيب لكم لايم موتر وافرجيكم كيف عم بتغير لونها. لما جاب الووتر تعيت الاكسجين اللي هي كميه الاكسجين عم بتقل فيها، عم بفحصها، ام حط عليها لايم موتر. اللايم موتر زي ما انتم شايفين لونه زي لون الووتر، ترانسبيرنس. اول ما حطها على المي تحول لونها من كلير لتربد. تربد يعني انعكر، يعني صار فيها عكورة، في صار لونها زي ما شايفين ملكي عم بيضة. هذا الشيء بيفحص انه المي صار فيها كربون دايوكسيد. لكن مرة تانية هذا فادي اللي قدكو عم بيعمل الريسيرش تعيته، جاب المي اللي هي كمية الاكسجين قلت وكمية الكربون دايوكسيد زادت، بدي فحصها بواسطة شو؟ فحصها بمادة اسمها لايم ووتر. هاي اللايم ووتر بتبين قدامكم كلير، لما يقرب عليها كربون دايوكسيد عطول عطول بتغير لونها من الكلير او الصفاوي يعني لتربد او ملكي، بنعكر لونها. وان شاء الله انا رح اعملكم اياها حبيباتي من كل بد. لكان at the beginning of the experiment carbon dioxide was absent. أول شيء كان مش موجود في عندي carbon dioxide. عم نفحص إحنا كمية الأكسجين بالأكسيميتر عم بتقل. at the end of the experiment carbon dioxide appear، بين بقلب ال enclosed tube اللي كان عم بفحصه فادي. this indicate the fish release carbon dioxide، عم بتطلع بدل الأكسجين عم بتطلع carbon dioxide into the water in the closed tube. لكان بدنا نفحص إحنا حسب التايم باي مين اتفقنا؟ اللايم موتر، اسبكت اوف ذا لايم موتر، كيف منظر اللايم موتر؟ اتفقت انا وياكو اللايم موتر ما دائر فيه كربون دايوكسيد بكون لونه كلير، لما يدقر فيه كربون دايوكسيد بتحول لونه من الكلير للتربد او الملكي. شايفين طلعوا على التيبل سامبل اوف ذا ووتر ات تايم زيرو اسبكت اوف ذا لايم ووتر كلرس، ما كان في له لون، لونه عادي زي الووتر ما مبين شيء. بعد 6 دقائق لما تنفست السمكه تحولت كميه الاكسجين لكربون دايوكسيد، كميه الاكسجين راحت اجى بداله كربون دايوكسيد. ام فحصت انا بوجود اللايم ووتر تحولت من كلير للتربد، هذا بياكد انه انا صار في عندي كميه كربون دايوكسيد، تحولت اللايم ووتر from clear to milky او تربد. اخر شيء استنتج فادي مجموعه من الاستنتاجات اللي هي كتير عظيمه، استعمل اللاي موتر واستعمل الاوكسيميتر، شيء كتير عظيم اللي عمله فادي. كونكلود ذا ريسبيراتوري غاز اكسشينج بتوين اوكسجين اند كربون دايوكسيد تيك بليس بتوين ذا تو ميديوم اللي هي الووتر اند ذا فيش. سو ذا فيش هو استنتج انه ريسباير ان ذا ووتر، ما بتاخد ووتر وبتطلع ووتر عادي، بتاخد ووتر مليان اوكسجين وبتطلع ووتر مليان كربون دايوكسيد. الله يعطيكم العافية حبيباتي، نحن وصلنا على آخر الحلقة تعيتنا وحصتنا اللي بتاعت البيولوجي. عنا سؤال واحد بس فيه كل السكيلز اللي احنا تعلمناهن، كل المهارات، كل شيء تعلمناه، جراف، تيبل، أنالايز. بدنا نتطلع منيح على النص، نتطلع بيك أوت إنديكيت، ونتطلع على الرسمة عشان نعرف نجاوب. لكان زي ما قلت لكم عندنا رسمه وعندنا تيبل، وقلت لكم فيها هيك عندنا كل السكيلز اللي احنا تعلمناها قبل شوي، يطلعوا بيك اوت، نيم ذا اباراتوس، ترانسفورم ذا تيبل انتو ذا جراف، انالايز ذا جراف، بعدين كونكلود ما بننساها، واخر شيء كومبير ذا ريزلت اللي هي تحت التيبل. نمشي على الجايد لاين زي كل مره، وما بننسى انه نسلم الوظيفه حبيباتي، بس نسمع الفيديو كتير منيح.